قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساها. وش معناتها دساها؟ عبوكش معناتها دساها؟ يكاموف ليها، كاموف ليها كيما رانا احنا على هذيك نفهموها بسهولة هذه كلمة دساها. كيما رانا احنا يقول لك الحمد لله أنا مش الحق في الجوامع، مي فلانك عق والديك راك طارك الصلاة تاعك، يقول لك لا الحمد لله أنا بصح أنا يا أخويا ما ناكلش أم ولا ياك قاطع الصلاة مع ربي، راك العلاقة مع ربي مقطعها بالمقص، يقول الحمد لله بصح أنا ما ناكلش أموال الناس، ما نأذيش الجار، ما نصليش بصح ما نديرش هذه. يا وكي قال صح ماكش تديرو يا محمد، مليح ماكش تدير الأمور هذوك، صح ماكش تدير حاجة مهمة. والإنسان لما يدير هذه الأمور هذه راح يروح يولي يغطي على روحه ويكذب على روحه، راهو يكذب على نفسه. ولذلك الآن حنا واش نديرو؟ آه الحمد لله أنايا حجيت اعتمرت درت هذيك نصلي في الجامع ما شاء الله الحمد لله ما نأذي حتى. هو راهو يغتاب راهو ينمم راهو يدير شحال من حاجة بصح ما يفيقش روحه. كي يهضر يقول لك يشوف غير الحاجة المليحة، اجلس مع نفسك وصارحها وتكلم صراحة. قال أنا عندي واحد الكلمة هذه لازم نحيها عادة ماشي مليحة نقولها بزاف. قال أنا عندي طبيعة ماشي مليحة راني نغتاب بزاف الناس، نجبد الناس في الجماعة ونتكلم عليهم. قال أنا عندي في قلبي شوية حسد واحد ما على باله به غير ربي لازم نحيه. قال أنا راني عاق والدي راني فرطت في حقهم لازم نعاود نتقي الله.